الضمانات الأمنية التي تطالب بها روسيا وتتهم الغرب بتجاهلها، أن يمتنع الناتو عن استمرار توسعه نحو الشرق الأوروبي أكثر، أن يمتنع عن ممارسة أي أنشطة عسكرية في دول أوروبا الشرقية وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى. في المقابل تتعهد كل الأطراف بعدم نشر قوات وأسلحة في أراضي دول أوروبية أخرى ما عدا تلك التي كانت منتشرة هناك. في حالات استثنائية يمكن تنفيذ مثل هذا الانتشار بموافقة جميع أطراف الاتفاقية في حالات مرتبطة بضرورة إزالة خطر أمني يهدد أي من الأطراف. تتعهد الأطراف كذلك بعدم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في مناطق تمكن هذه الصواريخ من ضرب أهداف في أراضي الأطراف الأخرى، وكذلك عدم إجراء تدريبات عسكرية فوق مستوى الألوية على مسافة سيتم الاتفاق عليها عن حدود روسيا والدول المتحالفة معها عسكريا من جانب ودول الناتو من جانب آخر. هنا يدخل مفهوم الجبهة الشرقية للناتو، فمع أكثر من 150 ألف جندي روسي ينتشرون في محيط أوكرانيا شرقا وجنوبا وشمالا، دفع الناتو بتعزيزات عسكرية تركزت في دول البلطيق التي تستقبل 4000 جندي من بريطانيا وكندا وألمانيا. بولندا هي الأخرى تستقبل 4500 جندي أمريكي، بينما يوجد في رومانيا 1000 جندي أمريكي و2500 في بلغاريا، لتكون أوكرانيا محاطة بقوات عسكرية قد تشتبك إذا فشلت الدبلوماسية في الحل.